ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام ولسه مكملين مع كفرات. طبعا زي ما شفتوا في الفقرة الأولية كان معانا كفرات السجاد، طبعا النهاردة معانا كفرات الأنتريه. وبصراحة كفرات الأنتريه عجباني جدا جدا، لأن أنا من أول الناس اللي أنا خدت كفر الأنتريه وجربته واتغسل وفرشته، ولا اللون غير ولا الشكل ولا الماتيريال حصل فيهم حاجة. فقررت النهاردة أجيب معايا صاحب الشركة عشان يكلمني السر ان الكفر بتاعه مختلف عن الكفرات التانية. فطبعا زي ما عودتكم انا ما بحبش اتكلم كتير، بسيب صاحب الشأن هو اللي يتكلم. معانا ومعاكم النهاردة استاذ احمد صاحب مصنع مودرن نيدز. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذه هند، اهلا بحضرتك يا استاذه هند، نورتنا النهارده. منوره بوجود حضرتك. استاذ احمد، بص احنا اشتغلنا حلقات كتير جدا عن الكفرات، بس اكيد في حاجه بتميزك عن غيرك. ايه اللي بيميز الكفر بتاعك؟ ايه اللي بيميز حضرتك عن غيرك؟ بصي، انت حضرتك الان بتدرسي السوق، تمام، وبتدرسي الشركات المنافسه، تمام، تقدري تتميزي في مجال معين، تقدري تقدمي فكره مختلفه للعميل بطريقه مختلفه عشان العميل تبقى انت مميزه، تمام؟ تمام. فاحنا بندور بنجيب افضل خامه، يعني الخامه اللي عندي خامه تركي مستورده تحفه، واكيد حضرتك جربتها يا استاذه هند. جربتها وغسلتها. بس فالخامه هي هي هو الاول في الاخر العميل بيدور على الكواليتي الخامه، تمام؟ اكيد. يعني مثلا معظم العملاء بيتعاملوا معانا مش عميل عادي، العميل هو الهاي كلاس، عميل قاعد في فيلا في كومباوند بتاع، فانا لازم ابقى اديله الخامه اللي فيه بيه، تمام؟ والعميل ما بيحبش، يعني معظم العملاء مش بيحبوا الكفر، يعني مثلا بيبص يقارن مثلا شكل الانتريه من غير كفر بكفر، لا، فيلاقي شكل الانتريه من غير كفر احسن. طبعا انت لازم تقدمي له فينش وشكل حاسس مفيش فرق بين الكفر والانتريه، انا بديك نفس الشكل، تمام؟ وبالعكس بحافظ لك على الانتريه، وبديك اوبشن انت ممكن تغير لونه في اي وقت. يعني انا ازاي بخلي نفس الشكل وبحافظ على الانتريه؟ لا، الصور كده، يعني انت حضرتك لو بصيت على يعني بس لو يعرضوا الصور على الشاشه مش هتلاقي مثلا حضرتك ان مفيش اختلاف كتير. بصي حضرتك مثلا ده الانتريه شكله بكفر، هم حاليا هيعرضوا الصور هنا، هتلاقي مفيش فرق موجوده معانا. لو بصيتي الصور موجوده دلوقتي موجوده على الشاشه حاليا، يعني الفرق مش كبير، يعني انت مثلا بتلاقي ان الانتريه يعني تلاقي بس دي مثلا كان دي عليها كفر، تمام، مش هتلاقي الفرق كبير ولا حاجه. يعني الفرق مش كبير، انت تحسي برضه ان انت جددتي الحاجه، حاسه ان انت نجدتيها. لا بصي كمان الشكل، يعني هو ده شكل الانتريه. لا ده عليه كفر، عليه كفر. هو باين مش باين، يعني بس الكفر عليه برضه. كده هو كده الانتريه كفر، فتحسي ان انت متنجد كده، بلس ان ده بتاخدي تو كولرز، تمام، لونين اتنين، فبيديكي اوبشن انت ممكن مثلا دي برضو انتري بص، يعني مش تحس ان في اختلاف، تحس ان انت لونك كده هو مفيش حاجه اصلا، يعني انا مش شايفه عليه كفر، عليه كفر، وكمان بتاخدي اوبشن تو اوبشن لونين اتنين انت بتختاريهم كمان، يعني على الوش ده لون والوش الثاني، يعني انت كني كده جبتي اتنين كفر وانت قاعده كده مستريحه نفس السعر، وكمان هو مبطل والخامه ذات نفسها تحس ان انت مريحه اكتر. انا صراحه دخلته في الغساله الاوتوماتيك والعصري بقى اشتغل، بس طلع زي ما هو، ما دي ترجع للخامة حتى، يعني قلت ده انا كده ده باظ بامانه، يعني مفيش حاجه حصلت خالص ولا اي حاجه خالص خالص يعني بترجع ولا اي حاجه. بتختاري الخامه عامله ازاي؟ بس احنا يعني احنا كناس جربنا كفرات كتير، بنلاقي الكلام يعني الكلام حلو، بس نيجي نستخدمها بنلاقي اختلاف خالص. ما بصي يا استاذه حضرتك دلوقتي بتدوري، انت عاوزه الاستمراريه، عاوزه النجاح، ما بتدوريش على المكسب السريع، انت بتدوري ازاي ان عميل هيجيب لك عميل. فده اللي انت بتقدري توصلي لعملاء اكتر بتكلفه اقل، باعلانات اقل. يعني مثلا حضرتك يا استاذه ايه خدتي كفر اكيد عجبك، فانت اكيد ليكي صاحبه، اكيد ليكي اخت، ليكي ماما، فده واحده بتقول لواحده، فده اللي بيستمر. وطبعا نوعيه العميل اللي معانا مش عنده انتريه واحد بس، اكيد اكيد عنده انتريه وسفره وركنه، تمام. فانت ممكن العميل بيبقى خايف في الاول وحاطط ايده على قلبه، تمام، طبعا متوتر، لا انا هجيب الخامه، لا خصوصا الشغل الاونلاين الواحد بيخاف منه، وده برده ناس بتسيء للمنتج، يعني هو الناس اللي بتشتغل شغل اللي هو الكوبي وكده هو بيسيئوا للمنتج، لان حضرتك انت لو جبت منتج تمام وطلبت نفس الشكل، بيبقى نفس الشكل في الصوره، بيجي لك منتج تاني خالص، انت بتاخدي المنتج وهنا خلاص انت خدت فكره. ما ده بقى عايزين نعرف ازاي نضمن للعميل ان المنتج اللي هختاره هو اللي هيجي لي. دي سؤال مهم. عايزين ضمان برضه حضرتك بقى تورينا بقى الخامه والحاجه عشان قدام الساده المشاهدين. انا هقول حضرتك الخامه، تمام؟ تمام. عشان برضه ايه يعرفوا ويشوفوا الخامات شكلها ايه. احنا عندنا اوبشن، تمام، ان العميل بيجي له الحاجه مع المندوب، تمام، والمندوب طبعا عارف هو بيعمل ايه، تمام، مندوب مدرب تماما، وبيعرض على المعدوم المنتج وبيجربوا له على كفر الانتري، تمام، ويشوف شكله، لو عجبه كمان اوكي، لو مش عجبه الخامه، تمام، خامه تقيله، تمام، تناسق الالوان بالنسبه برضه للمقاسات، يعني في ناس بتقوم عامله ايه عشان تديك سعر قليل يقوم عاملين مقاس صغير ما بيبقاش لا ماشي. انت لو جيت عندنا مثلا هتلاقي ان عرض اليد هنا عندنا عرضها 60 سم، تمام، حاجه كبيره، تمام. انت ممكن تلاقيها في حاجات ثانيه هتلاقيها بيعملوها 30 40 سم، ده كله بيوفر معاه قماش، بس ان هو بيجيب خامه ارخص عشان يقدر يديكي بالسعر اللي هو القليل ده.
تاني حاجه ده مزود بجيوب تمام، كده احط فيها الريموت تمام، حط فيها مفاتيح، حط فيها مجله يعني بعيد عن الاولاد برده. كمان بيتقلب يعني حاجه ممكن تقلب على الوشين يعني تمام، يبقى نفس اللون برده هتجيبي على الوجه التاني. بصي لون فاتح ولون غامق تمام، بقى تشتغلي على ده وزي ده يعني، هو بيتقلب على الوشين تمام. تاني حاجه احنا عندنا حاجه مميزه الاستيك بتاعنا. اما كنت لسه اقول لك ده بقى برده الناس عايزه تعرف بيعمل ازاي، بيتربط فين بقى؟ ده طبعا هو بيحتاج شرح، ان هو بيتفرش تحت الكنبه مبيبقاش باين خالص، بيمشي من تحت الكنبه او الكرسي تمام. المندوب بيوري للعميل ازاي يقدر يستعمله. يعني برضو كنت لسه اسالك، المندوب بيقف يوري للعميل؟ عندنا مش معظم الناس تعرف ان هي يعني. لا احنا بص عندنا هو اولا هو المندوب بيعرض على العميل، العميل اوكي تمام اكسبتبل، وهو بيخش عنده يفرش له الحاجه ويوريها له ازاي وشكلها تمام. اوكي تمام، ويبص على الخامه والماتيريال تمام. لو اوكي خلاص يعني هو بيحاسبه تمام، مش اوكي خلاص بيرجع. بس يعني الحمد لله عندنا نسبه التسليم، بيدفع مصاريف الشحن، بيدفع مصاريف الشحن حسب ده لازم. اكيد عندنا نسبه التسليم عاليه جدا الحمد لله، ده بيرجع للخامه يعني نسبه التسليم عندنا بتعدي 95%، ودي نسبه كبيره جدا. اكيد في اوردرات بترجع يعني، مش هقول لك اكيد انا يعني فرشته وهو فرشه له قدامي فمش هرجعه. الكواليتي الخامه ذات نفسها خامه طريه، خامه ثقيله تستحمل. ما شاء الله جميل. خامه والله وكمان فيها متبطنه، متبطنه وكثافه الفايبر عالي، الفينشنج كله كمبيوتر يعني، جايب احدث ماكينات كله بيتصنع بالكمبيوتر. حاجه اليه، بيتم فرز المنتج قبل ما يروح للعميل، فرز دقيق جدا، وراجع الاوردر اكتر من مره. بيحتاج لوقت الحاجات دي طبعا، وقت ومجهود يعني. طبعا انت بتهتمي بالكواليتي بتاع المنتج وتحاول تقدمي منتج كواليتي عالي جدا، لازم ياخد وقت، لان ده بيتم مراحل كتير جدا. مرحله مثلا من بدايه ان انت بنقص القماش ده، طبعا القماش بيتقص ويبدا يفرز، نخش مرحله فرز قبل ما يخش التصنيع تحفه، عشان برده انت ما يطلعش حاجه فيها عيب. وبعد ما نخش التصنيع في برده مراقبين جوده، يرجع برده ياخدوا المنتج يفرزوه تاني ويبدا يتكيس. المرحله الاخيره بقى بناخد اوردر من العميل. معانا بس مداخله اقطع حضرتك. الو الو الو، السلام عليكم استاذه ياسمين. ازي حضرتك استاذه هاني؟ الحمد لله منوره يا فندم اسرار الحياه. الله يخليك، انت منوره اكتر. الله يخليك. عرفينا بس شغل الاستاذ احمد، يعني عاوزين نعرف رايك فيه. في شركة مودرن ميز انا متابعاها من زمان وبشتغل منها على طول، بصراحة من احسن الشركات الاونلاين اللي انا اتعاملت معاها. تمام، ايه رأيك بقى في الفينش والخامات؟ بأمانة بأمانة اسطورة، نفس المنتج اللي بيجيلي بالظبط، مفيش اختلاف. يعني عايزة اقول للشركات الاونلاين تعمل زي شركة مودرن ميز بالظبط، لان الشركات الاونلاين الناس مش عندها مصداقية قوي. بس انا اتعاملت مع الشركة دي بصراحة، يعني نفس الصورة هي نفس المنتج اللي بيجيله. طيب دي شهادة كويسة جدا، ان اللي بيتعرض على السوشيال ميديا هو اللي بيوصل للعميل. هو ده برضه سؤال على طبعا. ما دي حاجة كويسة، هي اللي هتقدر تعمل لك استمرارية. ما هو انت في الاول وفي الاخر لو انت عرضتي مثلا منتج بمواصفات غير اللي بيوصل للعميل، العميل هيرفضه. وانت في الاخر ما استفدتيش حاجة، لا انا استفاد لما العميل يستلم الاوردر. فانت لازم تعملي الاعلان مطابق للمنتج اللي عندك بالظبط. حضرتك المصداقيه عندك بمعنى اصح اهم حاجه من الناحيه الماليه. هو في البدايه قال لك عميل بيجيب عميل. فدي وانا برضو لو انا ابتدات الفكره ان انا مثلا هغش كم عميل مثلا؟ هغش واحد اثنين. لا انت لو غشيت واحد يبقى انت غشيت الكل بمعنى اصح. الاونلاين حساس جدا، ممكن عميل يخش يكتب لي كومنت يدمر الدنيا. طبعا اي ريفيو ممكن عميل يكتب لي كومنت كويس ويعمل ريفيو كويس، فانت بيجي لك من وراء اوردرات، فانت خلاص بدات مصداقيه. ايوه انا لما طلبت فعلا الاوردر عشان اجيبه ما ببصيتش على الكفر، انا بصيت في التعليقات والريفيوهات. تمام، وفي ناس ساعات بيقول لك ايه، لا انت ده انتوا اللي كاتبينه تمام، انا مش هقدر اكتب الكميه دي كلها. لا مش هقدر اجيب كذا، انت ليه كذا لوكيشن كذا عشان يعني تكتب. مش صعب لا يعني صعب ان انا مثلا اكتب مثلا ريفيو 2 3 10، هقدر اجيب مثلا بنزل ريفيو تمام بتاعنا، فخلي العميل يبعت الصور بحيث ان يبقى الصور الكفر هو خده والريفيو تحت، بحيث ان في مصداقيه اكتر، لان ده انا مش هقدر اجيب الشقه دي كلها. مش هقدر اجيب كذا انتريف كذا مكان كذا شقه، لا هو تمام ده براي عمر. في كتير منها ما بينزلهاش يعني، ساعات ناس كتير مثلا عاجبها المنتج وما بيرضاش يصوره، يعني ايه بيكسر، انا خدت المنتج وعجبني وخلاص. في ناس بقى اللي هي بتبعت لها بننزلها على الصفحه عشان نعمل مصداقيه اكتر. بس برضه يا استاذ احمد، مش حضرتك بس متخصص في شغل الانتريهات، يعني برضه احنا لازم نوضح للساده المشاهدين، حضرتك متخصص في كذا حاجه، انتريهات وسفره وايه تاني يلا وكبر الركنه كمان، احنا متخصصين بكبر الركنه، يعني احنا بنعمل كبر الركنه جوجل فيز تمام. حاجه الله اكبر يعني، حاجه جميله جدا تمام، رقم واحد. احنا برضه اشتغلنا على التصميم ده كتير جدا تمام. لما انت عارفه كبر الركنه كان من البدايه في مشكله، احنا هنعمل له كبر ان الركنه اصلا تبقى ملهاش شيء معين، حرف ال حرف مش هينفع القماش يجيبها كلها صعبه. ده ريفرسابل يعني ايه، بيشتغل على الوشين. هنشتغل على الوشين، لازم يكون
اليمين زي الشمال، يعني مثلا الكرسي دي يد شمال زي يد يمين، يعني مثلا بفرشه كده على مثلا وانا هفرشه على البيج هيبقى كده مثلا تمام، لو انا هفرشه مثلا على الوجه الثاني فانا بعكس، فالركنه كان فيها مشكله اللي انت عندك اليمين غير الشمال، يعني مثلا بيبقى فيها يد من اتجاه الشمال في الاتجاه اليمين ملوش يد. فاحنا بدانا عملنا ديزاين تمام واشتغلنا عليه كتير جدا لحد ما قدرنا نعملها تمام، حاجه كده تحفه نفس الديزاين بنفس الشكل، وبنعمل كل ركنه على مقاسها بالظبط، يعني ايا كان يختلف المقاس لا ايا كان على شكل الركنه مساحتها حجمها بنفصلها. انا برضو بعد اذن حضرتك عايزه اعقب على الاستاذه ايه، بيختلف المقاس. طيب الركنه مش زي الانتري، يعني لازم مقاس صح؟ تمام. طب بتعرفه ازاي المقاس برضو؟ يعني بتاخد تروح تاخد المقاس ولا هو بيقول لك على المقاس ولا ازاي؟ احنا بنوفر احنا ده زي خبره بقى ممكن. نودي العميل الكفر تمام بأقل تكلفه ممكنه، عشان ابعت لحد ياخد المقاس وكده تمام، هتاخد وقت على العميل وقت تمام. لا احنا اخترعنا طريقه، مجرد ان العميل يبعت لنا صوره الركنه او الحاجه اللي هو عاوزها تمام، بنبدا طريقه معينه خاصه انه شاف على الهوا طبعا تمام، كان ده سر يعني ده سر المهنه عشان الناس اللي بتقلد. بنبدا ناخد المقاسات دقيقه جدا تمام بدون اي حد في وقت قياسي جدا، نبدا نشتغل على الركنه ونعمله تصميم الخاص بيه جدا. برده العميل لما بيبعت لنا الصوره ببعت له برده موديل زيها الركنه، العميله برده عملها لها بحيث ان هو يشوف وبعت له الركنه بدون الكفر، يختار اللي هو عاوزه وقبل الكفر عشان يبقى عارف اللي هو هيستلم عليه، يختار الالوان. انا ببعت له الركنه، العميل مثلا خد الركنه بعت له صورتها، فجي بعد ما خد الكفر بعته لي، فانا بحتفظ بالصور دي. تمام. الركنه زي اقوم بعت له العميل الصوره الركنه قبل الكفر والركنه دي بعد الكفر عشان يبقى هو عارف هو هيستلم ايه بالظبط. طيب في حاجه برده استاذه ايه برده يعني افتكرتها، يعني ممكن مثلا عميله تقول لك ايه انا عايزه الوشين غامقين، مش وشي فاتح وشي غامق، ينفع؟ ينفع. احنا بصي بنعمل اكبر تشكيل من الالوان، يعني انا كنفسي يعني انا واخده الجوان. الفكره ان هو مش بيشتغل في لون واحد بس، لا بيقدر يعمل كل الالوان، 15 لون. يعني وده برده بيزود نسبه المبيعات. ما انا كل عميل اقول له مش موجود انا بخسر عميل، لا انا كل اكبر تشكيل من الالوان كل الالوان موجوده، يعني ممكن عميل اللي هو بيختار بتعمل عليه التصميم اليوم كل انا عشان ده اصلا، يعني انا لما اقول للعميل لا مش موجود، لا كل حاجه موجوده. اي مقاس سايز عاوزه كلها متاحه، اي سايز عاوزه موجود، اي موديل موجود، انا عندي فريق فنانين متخصصين جدا، ناس شاطره جدا في شغلها تمام. اي تصميم مجرد العميل يبعت لنا الصوره نقدر نعمل له كفر خاص بيه، بنعدل له في المقاس، بنعدل له في الديزاين، بنعدل له اي حاجه طبعًا. بحيث ان انا ما اقولش للعميل لا، وده اللي بيميزنا انا اي حاجه عاوزها غير الشركات التانيه. في ناس بياخدوا من تجار او بياخدوا من حاجه تمام، يبدا هو عنده سايز واحد موديل واحد خلاص، لا انا الميزه عندي ان انا اقدر العميل اعمل له اي ديزاين عاوزه، اي موديل، اي لون، ده كله متاح بالنسبه لي. حلو جدا ان اي حاجه متاحه. هو حضرتك شغال بقالك كام سنه في المهنه؟ حوالي مثلا 8 سنين. 8 سنين وكان هو طبعا نفس الكفرات ديت ولا اتطورت؟ اتطورت طبعا. اكيد اختلفت. يعني اول ما الفكره الكفرات اصلا جت، انا خريج اداب انجلش تمام، فما كانش ليها دعوه بالمجال خالص، بس الفكره اول ما اشتغلت انا مثلا يعني كان سبحان الله بيدرسوا حاجه هم بيشتغلوه حاجه تانية خالص. وبص يعني هو حب النظام ده ماشي كده، حب النجاح بيخليك توصل. انت لما انت عندك طموح وعاوز توصل لحاجه معينه فبتقدر توصل. فانا اول مثلا كانت فكره الكفر كانت لسه كانت لسه جديده. كان المنتج اللي هو ايه البيضات التقليديه، وانت عارفه دي كانت مكلفه جدا وبتاخد وقت. برضه في الاخر بتطلع بالفينش اللي هو عميل محتاجه، وبتحس ان العميل لا بيشيلها في الاخر، لا انا عاوز الانتريك ده شكله جميل. فالفكره انا بدات ان الكفر كانت فكره موجوده تمام، خدتها كانت الخامه سيئه جدا. وانا بقيتني مشكله هنا، انا اول ما بدات اشتغل نزلت المنتج على الصفحه لقيت تفاعل كبير جدا، يعني تفاعل بحياتي انا ما نزلتش منتج خد التفاعل ده، ولايكات وكميه اوردرات كبيره جدا. بس انا هنا واجهتني مشكله، المشكله ان لما بدات ابدا فعلا اسلم الاوردرات لقيت العميل الخامه مش قد كده، مش متقبله. يعني انت بتاخد بقى الامانه في الشغل، تاخد 100 اوردر تمام، الامانه في الشغل منهم 20، فدي نسبه قليله جدا. بدات انا ابدا ان انا ايه لا لازم اعمل كواليتي اعلى جوده المنتج. فانا بدات برضه ابحث في السوق على اسهل طريق ان انا ايه اجيب حاجه جاهزه لقيت برضه اللي موجود الكواليتي مش قد كده. بدات ان انا افكر ان انا لازم اعمل انا منتج استغل النجاح ده، طالما السوق متطلب للمنتج ده تمام واكيد عاوزه، فانا لازم استغل اللي هو السوق مطالب المنتج، فانا لازم اعمل منتج. لو انا عملت منتج بكواليتي عالي جدا تمام هيكون عند حسن ظن العميل، فانا هقدر احقق مبيعات جامده جدا. احنا برضو الصور بتاعت حضرتك اهي برضو بتتعرض. تمام، هي كلها صور على الطبيعه برضو، وفي مبيعات العملاء. استاذ احمد واحنا بنتفرج على الصور كده، نصيحه للعميل تحب تنصح ايه للعميل؟ بص العميل يعني انت ما تتعاملش مع اي حد، يعني مثلا احنا شركه كبيره فاحنا مش هنغامر باسمنا، مش هطرح اي منتج للعميل. لا بدور الاول كده انا مش هيجسب في الثمان سنين ولا السبع سنين عشان باسم الشركه باسم طبعا ميز ده تمام. عشان المكسب سريع، لا ما بسيبوش مكسب سريع، بسميه خساره سريعه كده بتخسري اسمك. يعني انت بنيتيه
لا بتخسري، لا انت حضرتك اول إيه حاجه طبعاً. لا انت شوفي تتعاملي مع مين الاول، تمام، خش مثلا على الشركه شوفي لها تاريخ مش لها تاريخ، تمام. تاني حاجه انت لما يجيلك المندوب انت كده حاجه قدام عينك، اصل اي تاجر شاطر يقعد يقول لك كلام في التليفون والسيلز، لا انت شوفي عينك واحكمي. تمام، انا شفت الخامه ايه، تمام، الماتيريال اوكي عجبتني والشكل، بصي صح شوفي حاجتك وبعد كده ادفعي، وخلي المندوب يفرشها لك، تمام، وجربيها وشفيها على الانتري تماما. الكلام ده مش عارف والله يا مستر احمد، ناس احنا بنجيب شغل اونلاين لحد بيوتنا ما بنلاقيش الكلام ده، بالعكس احنا بنلاقي يدي الحاجه فلوس الشحن يجري. لا مش كده، ده هو ايه يسلمك الحاجه في ايدي وعايز فلوس في ايدي، لكن صراحه حضرتك بتتكلم في كلام، يعني بتتكلموا في كلام يعني ايه، هو العميل سنسيتيف او الاونلاين، تمام، اي حاجه تخليه يعني يقلق، تمام. فاحنا بنحب نطمنه من اول الكول سنتر، انا عندي مش كول سنتر عادي، انا عندي ناس فنانين هم اللي بيتعاملوا مع العميل، فريق كامل، فريق كامل، وفي واحد متخصص، تمام، بيبقى قاعد لو صوره جات له يقول له مثلا رد على العميل كذا، قول له كذا، فريق واحد فني بحيث ان هو عارف، واحد من المصنع قاعد جنب الكول سنتر بحيث ان هو يتواصل مع العميل، اللي بعت له مثلا صوره موديل معين هيبدا يقول له، يبعت له مثلا الصوره تبقى زي شاف الكفر على الموديل، تمام، يبقى شاف الكفر من الموديل من غير كفر وموديل الكفر عشان مندوب على دلوقتي، تمام. تمام، تاني حاجه المندوب بيروح للعميل هو بيعرض عليه يشوف المنتج ويركبه له ويجربه له ويشرح له طريقه تركيبه خلاص طبعا. هو عجبه تمام خلاص اوكي، مش عجبه خلاص يعني ده بيدي مصداقيه اكتر عادي، مفيش مشكله، مفيش مشكله، يدفع مصاريف الشحن وخلاص. اي دونت لايك ات يعني نريحك طبعا بس انا بامانه ده ما بيش بيرجع، يعني انا نسبه مبيعات 95% بامانه. لا انا حاجه يعني يعني مبيعات حققت مبيعات كويسه مبيعات مبيعات ما شاء الله يعني رقم واحد الحمد لله مبيعات الله اكبر يعني مش عاوزين نحسد نفسنا بقى. بنشتغل طبعا اكيد في كل المحافظات يعني بنشحن من اسوان لاسكندريه مش كل محافظه بسعرها بسعرها كل حاجه حسب المكان، بس الفرق مش كتير يعني، بنحاول احنا برضو نعمل ايه مش نكلف العميل اكتر يعني، احنا بنحاول نجمع اكبر اوردرات مع بعضها، تمام، بحيث ان التكلفه تبقى قليله على العميل. اكيد طبعا برضو انا التكلفه لما تكون بسيطه بتشجع العميل ان هو يرجع مره وانت بنجمع مثلا اسكندريه مع بعضها، تمام، بنحاول ان احنا برضو نخلي اقل تكلفه، نقوم قاسمين مثلا عدد الاوردرات على عدد التكلفه مثلا بتكلف كذا ونبدا نقلل تكلفه العميل. وبرضو شحنا بره مصر برضو يعني انا برضو شحنا برضو للسعوديه، تمام، طب حلو جدا، وشحنت برضو لليبيا، تمام، يعني برضو استيراد وتصدير الحمد لله يعني الحمد لله. انا اللي ملاحظه بقى كمان انا عايزه اقوله طبعا يا جماعه، طبعا عايزه اقول لكم طبعا خبرتي معلش استاذه عندي مجربه عايزه اقول لكم الخياطه كمان بتاعه الكفر ممتازه جدا، يعني مش هتفك هتفضل بشكلها يعني بص الخياطه بحيث ان انت لو دخلتيها واثقه قوي. لا انا صراحه واثقه اكيد عشان مجربه انا بقول لحضرتك انا حطيتها في الاوتوماتيك في العصر فافتكرت خالص ان انا اتعصرت فخرجت الكفر باظ. طب انا عاوز اقول لك على حاجه يعني في عملاء برضو يعني عملاء ما شاء الله ناصحين قوي يجرب المنتج يطلب واحد تمام ويجربها 3 شهور 4 شهور يقول انا عاوز واحد زي اللي خدته انا جربته وغسلته كذا مره وبتاع وعاوز واحد تاني بقى خلاص انا جربته كده وغسلته ومشار في ناس كده يعني ناس يعني محدش بيعمل يعني لازم يجرب حاجتي لازم يجربها يعني مش يجرب مثلا في يوم واثنين وثلاث لا ممكن والله ناس تقول لي انا خدت واحد من 6 شهور وجربته وغسلته تماما عاوز واحد تاني انا عاوز الركنه انا عاوز مثلا الكفر للصفر انا جربته الحمد لله فده النجاح ما شاء الله حضرتك شغال في كل حاجه الحمد لله مش في حاجه واحده لا احنا برده عملنا تصميم جديد اللي هو كفر كراسي السفره تمام ده كان تحدي لينا وعملناه تمام بحيث ان احنا الخامات كلها اللي موجوده في السفره 5 ستريتش لقاء فكان الموضوع بالنسبه لها انها خلاص بتاخد الشكل بالنسبه لها احنا نعمل حاجه كابوتونيه في الماتيريال ده ما فيهاش نسبه ستريتشنج خالص تمام فاحنا اشتغلنا على التصميم تمام ولقيت هو يعرض لنا بس ما انا لسه كنت اقول يا ريت بس يعرض لنا كفرات السفره التصميم ده خد معانا وقت تمام اللي احنا عملنا تحس ان بعد النهايه ان ده مش ما تحسيش ان هو كفر تمام يعني ناس مثلا ممكن يشوف الصوره فين الكفر يا فندم ده كفر مش تنجيد لا انا عاوز الكفر ازاي فما بيبقاش متخيل ان احنا يعني التصميم اللي احنا عملناه يبقى حاسس ان هو متنجد خلاص تمام يعني عامل لك لا في ده هو ده كفر يا فندم ده الكفر لا مش شايفه صورتك لا هو ده الكفر فعلا يعني من كتر شكله بياخد الشكل ومجسم على الكرسي بالظبط بتحسي بصي ده كفر يعني ده مش اللي يشوفه يقول لك ده تنجيد هو الكرسي متنجد لا ده كفر فعلا هو ده كفر ده كفر وعلى الوشين كمان يعني بص عندك وش فعلا مش باين مش باين اصلا لا مش باين ما هو ده التصميم اللي احنا عملناه اشتغلنا عليه كتير جدا بصي اللونين اهو والفستان كمان يعني انت لو تشوفيه من بعيد تقول مش كفر الناس تقول لك لا مش كفر لا هو ده كفر
وده النجاح اللي احنا قدرنا نشتغل على تصميم كتير جدا والحمد لله قدرنا نعمل تصميم. مفيش فرق بمعنى صح. لا مفيش فرق. وفي حاجه بقى ميزه ان هو القعده هو بس اللي مبطنه بس. الكفرات التانيه بتخبي الشكل. لا ده بيحافظ على الشكل الجميل تحس ان مثلا الكرسي فيه اويم ما فيه حاجه. لا ده بيديك نفس الشكل بالظبط بيبين الخشب بتاع الخامه مبطنه حتى بتديك احساس نعومه اكتر يعني بتخلي الكرسي سوفت نعم. اكتر ترتاح عليه بمعنى اصح اكتر وبنفس الشكل وسعره مش يعني مش كتير وساعات بنطلعه هديه مع الكفر كمان تمام ان شاء الله. طبعا استاذ احمد في نهايه حلقتنا يعني صراحه الحوار مع حضرتك مش عايز يخلص والشكل والفينش الماتيريال عايزاه لها حلقات. نشكر حضرتك يا استاذ احمد وشرفتنا ولينا ان شاء الله حلقات تانية باذن الله. ان شاء الله بشكرك يا استاذ ان شاء الله وبزيد من النجاح والتفوق يا رب. طبعا احنا وصلنا لنهايه حلقتنا بس احب اجاوب على سؤال اتسالته يعني ايه اولاد اصول. طبعا السؤال ده كلنا بنحتار فيه زمان كنا بنسمعها كتير قوي اولاد الاصول كنا بنفتكر اللي هم عندهم السلطه والمال. لا خالص دي تختلف خالص. ولاد الاصول هم اللي يحافظوا عليك يحفظوا سرك. ولاد الاصول يدوروا على مصلحتك قبل مصلحتهم. ولاد الاصول هم اللي يحفظوا كرامتك قدام الناس. ولاد الاصول يبقوا في ظهرك اللي دايما يذكروك بالخير. ولاد الاصول مجرد ما يحصل مشكله بسيطه ما بينكم يبعدوا عشان لا يأذوك ولا تأذيهم. تمام اختاروا ولاد الاصول الصح. اشوفكم في حلقه جديده مع برنامج اسرار الحياه.